أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة قانونية، هنتكلم فيها عن أشياء كتير هامة في القانون، ومن أهمها الحبس الاحتياطي. هنعرف يعني إيه حبس احتياطي، وهنعرف إيه هي شروط الحبس الاحتياطي ومبررات الحبس الاحتياطي، وهنعرف أشياء كتير جدا مع المستشار القانوني الأستاذ السيد سلامة، محامي بالنقد والدستورية العليا ومحكمة الجنايات ودبلومة في التحكيم الدولي. أستاذنا شرفتنا ونورتنا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. وطبعا على فكرة الموضوع اللي حضرتك أثرته اليوم موضوع شائك جدا وكويس جدا ومهم، ويهم قطاع كبير جدا من المواطنين، لأنه الحبس الاحتياطي في تعريفه لما نيجي نعرف الحبس الاحتياطي نقول أن الحبس الاحتياطي هو إجراء وليس بعقوبة، وأنه ضرورة. هناخدهم بقى مع بعض واحدة واحدة. طب اتفضل حضرتك وأنا نبدأ الأول بالتعريف، نعرف إيه هو الحبس الاحتياطي. يعني إيه حبس احتياطي؟ إنه من أيام المحاكم المختلطة ابتدى المشرع الإجراء نهج إن المتهم في بعض الجرائم الخطرة نحبسه حبس احتياطي. ليه؟ عشان إذا كانت الجريمة فيها من الخطورة على المجتمع، أو إذا كان المتهم له يمكن أن يؤثر على أدلة الجريمة أو أدلة القضية، أو إنه يستطيع أن يؤثر في الشهود، فبنحبسه حبس احتياطي في مكان أمين حفاظاً على الأدلة وعلى المقاومات الخاصة بالقضية. ولذلك شرع الحبس الاحتياطي من أجل صالح التحقيق وهي ضرورة، لكني أرى أن الحبس الاحتياطي يجب علينا أن نتوسع فيه. ليه؟ لأنه في كثير من الجرائم يظل المتهم محبوسا سنة واثنين وثلاثة، علما أن هناك نهايات الحبس الاحتياطي، ويجي المتهم بعد كده ياخد براءة. نقول له بقى مين؟ من ذا الذي يعوض المتهم على فترة حبسه إذا لم يقض براءته بعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة؟ وعندي الأمثلة وعندي القضايا اللي المتهم أخذ فيها ثلاث متهمين أخذوا فيها براءة بعد أربع سنين وثلاث أشهر. تمام. ولذلك يجب علينا ألا نتوسع في الحبس الاحتياطي، لأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني في جرائم كتيرة جدا المفترض فيها ملوش لازم الحبس الاحتياطي في الجرائم دي، أحبس دي احتياطي، لكن مش عمال في بطل إن أنا أحبس أي متهم يدخل لي إلا إذا كان هناك في الجرائم الخطيرة، في الجرائم اللي يخشى على الشخص إنه يطمس معالم الجريمة، إنه يؤثر على الشهود، إنه يستطيع أن يعبث بالدليل. لا، نقول حبس احتياطي بضرورة. يعني هو الحبس الاحتياطي زي ما حضرتك قلت هو إجراء. إجراء وليس بعقوبة. مش عقوبة. لا مش عقوبة أبدا. ومبررات الحبس الاحتياطي إن عشان خاطر المتهم ما يلعبش مثلا في الأدلة، بالظبط، ما يأثرش على الشهود، بالظبط، مثلا ما يهربش، بالزبط. أشياء كتيرة جدا، بالزبط. دي مبررات الحبس الاحتياطي، بالزبط. وحضرتك قلت دلوقتي إن مثلا الحبس الاحتياطي ممكن تصل يعني المدة لسنتين وثلاثة زي ما حضرتك لا بتقول. في ناس بقى بيحصل إيه؟ بياخدوا أحكام. ما هو أنا حابب آسف لو بقطع حضرتك، فأنا حابب برضه أسأل حضرتك، هل هو الحبس الاحتياطي ملهوش مدة معينة؟ لا، ليه طبعا. ليه؟ لأنه هناك تعديل أباح لمحكمة النقض والمحاكم الإحالة، وهشرح لحضرتك يعني إيه محكمة النقض ومحكمة الإحالة. يعني بمعنى لو المتهم اتحكم عليه والمتهم عمل نقض في القضية والنقض قبل، لمحكمة النقض أن تمدد مدة الحبس كيفما شاءت في الجرائم اللي عقوبتها الإعدام. تحبس، لأن هناك جرائم كتيرة يتحكم على أصحاب الإعدام وأخذوا براءة أو اتخفضت العقوبة. ولذلك المشرع النهاردة لما عدل التشريع وأباح لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة أن تمدد مدة الحبس دون التقييد بمدة معينة، إلى أن المادة 143 فقرة الثالثة قالت في مواد الجنح أو في قضايا الجنح لا يجوز أن يمتد الحبس الاحتياطي إلا لثلاث شهور قبل إحالة المتهم إلى المحكمة، لو بعد الإحالة 6 أشهر، وفي الجنايات 18 شهر لا يجوز أن يمتد مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات أكثر من 18 شهر إلا في الجرائم اللي هي بقى عقوبتها المؤبد والإعدام، جاز الحبس لعند 24 سنة 24 شهر. لا يمكن أن يتعدى الحبس الاحتياطي في مواد الجنح إلى أكثر من 6 أشهر، وفي الجنايات إلى أكثر من 18 شهر، وفي الجنايات التي تصل العقوبة فيها إلى المؤبد والإعدام إلى 24 شهر.
لا يمكن. وقبل التمديد التاني ولا لا؟ لا، لمحكمة النقض بقى في حالة يصدر حكم والمتهم يعمل نقض والنقض يتحدد وينقض الحكم، أي يلغي الحكم الأولي وتعاد المحاكمة من جديد لمحكمة النقض والإحالة اللي محاكم الجنايات، أن تمدد مدد الحبس إلى غير نهاية إلى أن يتم الفصل بتاعه. يعني حضرتك ولذلك النقض ده بقى أقصى مدة حبس في الجنح 6 أشهر، وفي الجنايات 18 شهر، وفي الجنايات التي تصل فيها العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام 24 شهر. تمام. ولذلك النهاردة وإلا وجب الإفراج عن المتهم فورا، والهنا الإفراج هنا وجوب على النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الدعوة أن تفرج عن المتهم وتخلي سبيله لحين الفصل في الدعوة. دي قبل ما تحال لمحكمة النقض. بالظبط كده. إنما لو لكن أنا بتكلم لو راحت لمحكمة النقض لمحكمة النقض تجدد براحتها. لمحكمة النقض في قضايا لمحكمة النقض القانون استحدث تشريعا وقال لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة أن تمدد مدد الحبس إلى ما لا نهاية إلى أن يصدر حكما في الدعوة. تمام. ده في القضايا اللي هي الجنائية. أيفن يتحول هنا بقى الحبس الاحتياطي من إجراء إلى عقوبة. ليه؟ لأن المفترض هو إجراء أو ضرورة من ضرورة تحقيق، فالمفترض الضرورة تقدر بقدرها. أخذ الأمر في بعض الجرائم اللي محتاج أن أنا أحبس، لكن في بعض الجرائم الأدلة أنا أبطل المتهم والأدلة موجودة تحت إيدي، أحبسه ليه؟ ما طلع غرامة مالية والدولة تستفاد. يا جماعة موضوع الحبس الاحتياطي ده خطير جدا، يكلف الدولة مبالغ طائلة ولا تستفيد ولا 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 استفادة إطلاقا الدولة، يعطل الشرطة عن المهام ويعطل الشرطة عن الوظيفة اللي من أجلها كانت جهاز الشرطة اللي هو الأمن. لكن إحنا كلنا مشغولين بأن نحافظ على المتهم ونحبس المتهم وناخد المتهم ننقله للنيابة ومن النيابة للمحكمة، مسألة غاية في الخطورة إنه الاسم الشرطة أو مركز الشرطة كله منشغل بالسجن. تمام. لا يعني حضرتك وجهة نظرك إن في حلول تانية ممكن إحنا نطبقها ونستفيد بدل كتير، بدل ما إحنا مثلا نخلي المحبوس احتياطي ده عبء على الدولة شديد. إحنا ممكن نستفيد بده، يعني طبعاً. مثلا نطلعه زي ما حضرتك بتقول بكفالة، مثلا غرامة بكفالة مثلا أو غرامة أو أي حل تاني مثلا نستفيد من الموضوع ده، أو نقول له أنت تيجي تمضي في اسم الشرطة كل يوم عشان تبقى قدام عينينا، أو نقول له انت في مكانك ده في المكان في بيتك ما تخرجش من بيتك، وان خرجت نحبسك. تمام. لكن هناك يجب ان يكون هناك بدائل. هو حضرتك ماشي بمبدا وهو ده الصحيح، ان في الاصل في الانسان البراءه. بالظبط. تمام. فهو ما دام لم تثبت ادانته فهو يعني المتهم بريء. ما دام لم تثبت ادانته. تمام. حتى تثبت ادانته. حضرتك طبعا بتقول دلوقتي ان احنا ممكن نستفيد بده، يعني مثلا طبعاً. بخصوص الغرامات ديت ان حضرتك مثلا بتقول ان احنا عايز كده بندخل مثلا دخل الدوله، دخل الدولة وفي نفس الوقت ما نحطش اعباء على الدوله بمصاريف الناس اللي بتتحبس احتياطي ده وانشغال وتكدس. مصاريف على المساجين مش طبيعيه. وليه؟ ايه العله؟ ايه الاستفاده؟ ان انا حبسه ليه؟ انا حبسه ليه؟ طب ما انا اخرجه كفاله ماليه استفاد انا من الكفاله دي، وفي نفس الوقت انا ما صرفتش على المسجون، وفي نفس الوقت انا فرغت رجال الشرطه للوظيفه الاساسيه اللي هو حفظ الامن. رجل الشرطه النهارده مشغول جدا بالسجن، السجن فيه كام واحد هياكلوا ايه هنصرف عليهم ايه؟ لا ده مساله ايه ده، مصاريف للدوله غير عاديه على السجون وعلى المساجين. لا طب انا اقلل. هو احنا زي ما حضرتك اتكلمت على المبررات. نعم. هو زي ما حضرتك قلت ربما فعلا يكون يعني خشيه من الهرب. تمام. نعم. او العبس في الادله، يعني هم ممكن يلعبوا في الادله وكده، فهم بيبقوا خايفين من كده. احمد يعني ايه هو الحاجه اللي هيصدر عليك حكم غيابي؟ هنقول برضو الشرطه هتطلع وتتفرغ وتجيبك؟ ما هو برضو بنتعب الشرطه. لا، النهارده اصبح البطاقه القوميه الرقم القومي مربوطه، لو عليك حكم مش هعمل لك بطاقة التموين، لو عليك حكم مش هعمل لك، لو رايح تطلع أي شيء مش هعمل لك، لو تطلع كارنيه بتاع المترو أو كارنيه بتاع القطار مش هعمل لك ما دام عليك حكم. الآن في هناك وسائل كتيرة جدا تستطيع منها إنك تتبع المجرم أو الشخص اللي صدر عليه الحكم وتجيبه. طيب أشياء هو كتيرة جدا زي السعودية بيعملوا كده والكويت والدول الأوروبية كلهم بيعملوا كده، محدش بيجروا على المتهم، كل واحد مرتبط بشبكه. راح تطلع رخصه، تجدد رخصه العربيه مش هجدد لك الا لما تخلص الحكم اللي عليك.
رايح اطلع بطاقه رقم قومي، مش هعمل لك بطاقه رقم قومي. في الغالب ده بيبقى الا لما وفي الغالب ده مطبق في مصر في حاجات كتير، يعني في اشياء كتير مطبق، معلش احكام يوم انا افرغ الجهات، جهه الشرطه الى عملها وجهات اخرى كتيره جدا الى عملها، وما انفقش نفقات كتيره من الدوله على المساجين، وفي ذات الوقت انا بستفاد من الغرامه الماليه، وليه ما اعملش كده؟ وبخاصه ان هناك جرائم كتيره جدا وليدة اللحظه، قبضت على مجرم بيتاجر في المخدرات، انا جبت وجبت المخدرات، اي ادله هياثر عليها ومعايا الماده المخدره والمعمل الجنائي بتاعي احبسه ليه؟ اطلعه بكفاله كبيره جدا، الدوله تستفاد منه. وبرضه على فكره الاموال هذه ما هي عقوبات، الغرامه ديت ما هي عقوبه بدل الحبس، عقوبه مؤلمه جدا وعقوبه شديده جدا، ولو الشخص يعلم انه هيدفع كفاله كبيره لو انا بتاجر مش هيعمل اللي انا بعمله الحكومه بتاخد الجريمه دي، فمش هعمله. ولذلك وانا وفرت كتير جدا على الدوله، وفرت حاجات كتير من الجهد الشديد، ان احنا كل شغل الشاغل في الاقسام والمراكز كل شغلهم الشاغل المسجون. المسجون طلع النيابه، كام ضابط وكام عسكري وكام امين ماشيين معاه ونرجعه من النيابه. لا، انا شغلتي كشرطه ان انا احفظ الامن، احافظ عليه، ومكافحه الجريمه قبل وقوعها. المفترض الشرطه تبقى منتشره في الشوارع، ادي دي رسالتنا الحقيقيه، مش رسالتنا الحقيقيه ان احنا نحافظ على المتهم ونودي المتهم النيابه ونجيبه من النيابه ونوديه المحكمه. لا، هو الموضوع الرئيس السيسي عمل ايه بقى دلوقتي؟ هو الموضوع حفاظ على المتهم تمام، الرئيس العظيم وحفاظ على المجتمع برضه. الرئيس العظيم عمل ايه بقى؟ قال يا جماعه طوروا قائدنا، طوروا يعني طوروا من ايه بقى؟ من المنظومه دي، يشتغلوا عن طريق المحاكمه عن بعد عشان تقللوا الجهد الرهيب اللي الشرطه بتعمله. المتهم هو في السجن يتعرض على الشاشه والقاضي قاعد والمحامي يترافع، شفت العظمه واحنا قاعدين. في دول عربيه بقى الناس بيشتغلوا من مكاتبهم، يعني المحامي بيشتغل من مكتبه، يرفع القضيه من مكتبه، يعني ويتلقى الحكم من مكتبه، ويكلم القاضي من مكتبه، ويستلم الحكم من مكتبه. يعني حضرتك حابب توضح دلوقتي ان في اقتراح المحاكمة عن بعد؟ طبعا، طيب. حاجة كويسة جدا، تيسر على الدولة حاجات كتيرة. طيب. الدول تتقدم، ولابد لنا أن نواكب هذا التقدم والعصر ونجري. يعني تفرق إن المتهم واقف قدام القاضي عن إن المتهم واقف قدام الشاشة وهو يتحدث، ولو عايز حاجة يتكلم القاضي يقول له أنا ما ارتكبش الجريمة بيرد. زي الفرق ما بينه إن أنت على الشاشة وأنا هنا قدام القاضي، تفرق إيه؟ نوفر بقى عربيات الشرطه رايحه جايه، نوفر بقى الانتقالات، نوفر حاجات كتير جدا. طب في نقطه، هو دلوقتي المتهم اتحكم عليه من على بعد، كويس تمام، كويس، خد عقوبه يعني قاسيه شويه، نعم ماشي، فمش ممكن يعمل اي حاجه ويهرب؟ يهرب منين وهو في السجن؟ ما هو في السجن، ما هو 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 بيتحاكم وهو داخل السجن. احنا كل الفرق ان احنا بنتكلم هنا دلوقتي، انا مش هنقله بعربيه الشرطه وضابط الشرطه وامين الشرطه وعسكري الشرطه الى المحكمه. توفير، بوفر جهد وبوفر اموال تنفق على المواصلات وودي امان كمان الى ان المتهمين اصحاب الجرومه الخطوره الاجراميه الكبيره، لا هو موجود في السجن تمام، لا تعرضنا الى كذا. سعاده المستشار، ايه راي حضرتك؟ ناخد فاصل وبعدين نرجع نستكمل الحديث. اتفضل يا فندم. اتفضل أعزائي المشاهدين، فاصل ثم بعد ذلك نرجع نستكمل الحديث. بعد ما رجعنا من الفاصل اعزائي المشاهدين، نستكمل الحديث مع سياده المستشار الاستاذ السيد سلامه. سعاده المستشار، اهلا وسهلا بك مره ثانيه. يا اهلا بيك، اهلا وسهلا. نستكمل بقى الحديث عن الحبس الاحتياطي. عايز حضرتك تقول لنا الحبس الاحتياطي له شروط ولا لا؟ يعني في شروط معينه محطوطه للحبس الاحتياطي، وفي حالات معينه ما ينفعش فيها الحبس الاحتياطي؟ ان النيابه العامه او قاضي التحقيق لا يستطيع ان يصدر امرا بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الجريمه يزيد عقوبتها عن 3 أشهر. ما ينفعش يبقى جريمه عقوبتها الغرامه واحبس واحد، ما ينفعش جريمه عقوبتها اقل من 3 شهور واحبس واحد،
فما ينفعش. ولذلك من شروط الحبس الاحتياطي ان تتجاوز عقوبه الجريمه الثلاث اشهر. فما ينفعش فيما اقل ان انا احبس واحد على جريمه اقل من ذلك، او انه في جريمه عقوبتها الغرامه احبسه حبس احتياطي، ما ينفعش، لا يجوز قانون. يعني ما ينفعش واحد يكون واخد كفاله لا مش الكفاله، هو اصلا انا العقوبه في الجريمه ديت الغرامه، احبسه ازاي اذا كان المحكمه لما تحكم عليه هتحكم عليه بالغرامه، فكيف ليه هي غرامته مش عايزه تحبسه. بالظبط كده، فهي دي وجهه يعني بالزبط. ده اللي حضرتك حابب توصله بالزبط. فهي غرامته، فما ينفعش ان احبسه. هو ان تتجاوز الجريمه عقوبه الحبس بثلاث اشهر، ولا صح طبعا صدور امرا بالحبس الاحتياطي في جرائم الغرامات. وذلك الحبس الاحتياطي اي نعم شروط، مش فيها كلام، القانون لم يترك صغيره ولا كبيره الا احصاها في قانون حبس الاحتياطي. هو حبس الاحتياطي كويس جدا، انا لكن انا التعليق على او التحفظ على قانون حبس الاحتياطي انه في مغالاه في الحبس، مغالاه شديده جدا، وزي ما قلنا سابقا ان المغالاه دي بتاثر تاثير كتير جدا على الدوله في حاجات كتير جدا، وتاثر على الشرطه في تاثير كبير جدا. ولذلك انا بقول يا جماعه ان اذا كان حبس احتياطي اجراء او ضروره يجب علينا الا نتوسع فيها، لانه قيل انه منزل الذي يعوض المتهم عن فتره حبسه اذا ما قضي براءته. وكثيرا من الجرائم اللي بتحبس فيها المتهم فتره كبيره جدا والمحكمه تبرئه. طيب يقول بقى ايه في قضايا مثلا او في حالات معينه بيتم فيها الحبس الاحتياطي؟ يعني كلام حضرتك ده برضه هيخليني اسال حضرتك سؤال. في بعض الاحيان مثلا لما شخص يحصل فيه اشتباه مثلا واتحبس احتياطي، تقصد جرائم الارهاب؟ تمام. لا انا مع القانون ومع النيابه العامه ومع القضاء ان يمدد الحبس الاحتياطي في جرائم الارهاب دون مده. في جرائم الارهاب بالذات، لان هذه الجرائم تمس امن الدوله سواء من الداخل او من الخارج، فتمدد زي كيفما شاءت، لانه هذا الارهابي يضر بالمجتمع باسره ويضر بمقاومه الدوله. اكيد طبعا، لا ده لابد ان يتم عليه اقصى عقوبه. انا مع القانون انه يمدد الحبس الاحتياطي كيفما شاء في قضاء الارهاب. تمام خالص. يعني دي لانه الشخص اللي يثبت تعد قضاء اللي يثبت ما اقول لحضرتك اللي يثبت انه ارتكب جريمه مخله بامن الدوله من الداخل او الخارج، ده شخص يعني شديد الخطوره الاجراميه. لا هو في بعض الاحيان مثلا انا مش ده القصد، هو القصد ان في بعض الاحيان مثلا بيبقى في تشابه اسماء مثلا، يبقى مثلا في تشابه اسماء ومثلا لا التشابه ده حضرتك النيابه بتحقق على فكره وبتطلق، يعني ده بيتعرض بسرعه مثلا بسرعه جدا، ما بيزيدش عن 24 ساعه على فكره. يعني النهارده النيابه العامه بتحقق لما يكون في تشابه في الاسم، لا النيابه العامه بتحقق وبتستوثق من انه هذا الشخص اللي هو تم ضبطه هو المعني بالجريمه ام لا. لا دي حاجه بنشوفها يعني كل يوم، حاجه ثانيه خالص، خالص ودي بيتم العرض على النيابه بسرعه يعني جدا. النيابه على فكره جهاز هو في الواقع جهاز قضائي، والنيابه العامه يعني وكلاء النيابه في كل طوائف او كل جميع انحاء الجمهوريه بيتعبوا تعب من اجل الوطن، شيء رهيب جدا، تعب قضايا كثيره جدا ويعملوا ليل نهار. اكيد اكيد الشرطه والقضاء والنيابه كل الشرطه على فكره انا بطالب والجيش يعني عيون ساهره لاجل حمايه المجتمع، تطالب رجال النيابه العامه او تحملهم وتحمل رجال القضاء وتحمل رجال الشرطه، لان كل هؤلاء الاشخاص بيعملوا من اجل الوطن مخلصين على فكره جدا جدا جدا. والنيابه العامه كل مبتغاها ان تصل الى الحقيقه، والقضاء كل مبتغاه ان يصل الحقيقه. هذه واقع انا بشوفها قدامي. اكيد الناس دي بتسعى وبتعمل ليل نهار عشان العدل، الشرطه سهرانه ليل نهار عشان الامن. الامن بقى اللي هو اساس الحياه، بغير الامن ما عنديش اقتصاد، بغير الامن ما عنديش سياحه، بغير الامن ما عنديش انتاجيه. الامن هو بناء المجتمع، بغير الامن مش هنعرف نقعد القعده أكيد دي. اكيد الامن هو بناء المجتمع واحنا شفنا في الفتره اللي فاتت اشياء كتير جدا، وشفنا دول تانية بسبب تغيب الامن فيها طبعاً وصلت لفين طبعاً. فاحنا الحمد لله نحمد غير يعني الامن لا دوله، مفيش دوله، نحمد ربنا ان احنا عندنا طبعاً يعني قائد حكيم زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز شرطه زي اللي عندنا، وجيش زي اللي عندنا، وقضاء عادل زي اللي عندنا. فاحنا يعني جداً احنا نحمد جداً ربنا قسم بربي قسم بربي ربي لن تشهد البلاد قضاء مثل القضاء المصري، ولا نيابه مثل النيابه المصريه، ولا
شرطة مثل الشرطة إن كان هناك تجاوز من بعض الأشخاص إلى أنها حالات فردية؟ لا، حالات فردية ملاش قيمة أطلاقا، وكل شيء يعني كل شيء في المجتمع في أي مجال في بعض التجاوزات طبعا، يعني مش يعني في أي مكان في بعض الشواز. هرجع مع حضرتك بقى للحبس الاحتياطي عشان ما نخرجش بس على الموضوع. الحبس الاحتياطي لابد يعني في تظلم عليه، يعني ممكن يطعن أو تظلم عليه ولا لا؟ طبعا للمتهم أن يستأنف أمر الحبس الاحتياطي كل 30 يوم، وللنيابة العامة أن تستأنف أمر الإفراج عن المتهم كل مرة. يعني أحيانا المتهم يحال المحكمة، فالقاضي الجزئي يخلي سبيل المتهم، فالنيابة تستأنف قدام غرفة مشهورة قدام دائرة جناح مستأنف. جناح مستأنف لو حبست خلاص. طب لو جناح مستأنف أخلى سبيل المتهم وقيدت قرار الإخلاء خلاص، ما النيابة العامة لا تستطيع. يبقى النيابة العامة تستأنف مرة كل أمر بالإخلاء، والمتهم أن يستأنف كل 30 يوم أمر الحبس الاحتياطي. برضو في تنفيسة وفي تفريج على المتهم، المتهم المحبوس حبس احتياطي ده أنا كل 30 يوم أستطيع أن أعمل تقرير، أقرر بتقرير في قلم كتاب النيابات حسب اختصاصها، وأتظلم من أمر الحبس الصادر من القاضي الجزئي أو الصادر من دائرة جناح مستأنف أو الصادر من محكمة الجنايات إذا كانت منعقدة في مرض. طب هو فرشو. عشان الوقت تمام. فضل فضل. آخر سؤال، الحبس الاحتياطي طبعا نعم. إحنا كنا بنتكلم قبل الحلقة تمام قبل الهواء، حضرتك قلت إن في بالفعل بدائل مطبقة كتيرة في القانون جداً للحبس الاحتياطي، فعايزين نعرف إيه هي البدائل دي. البدائل قلت أنا وأنا يعني أرجح أن يكون على رأس هذه البدائل الغرام المالية. لا إحنا بنتكلم على موجود بدائل بالفعل المطبق. أدي له أمر ألا يغادر منزله، أدي له أمر أن يقوم بتوجيه الاسم الشرطة كل يوم. خلي بالحضرتك بدائل بعيد عن الحبس، تحبسني ليه؟ والأمر لا زال مرجح ما بين البراءة والإدانة، تحبسني ليه؟ لما أخذ براءة مين اللي عوضني هنا عن الفترة دي؟ أنا بحبس إنسان. هو مفيش تعويض بقى؟ لو الواحد مثلا حضرتك أي في بداية الحلقة أي تعويض يوازي، وأي تعويض يوازي فترة الحبس. يا أستاذ أحمد، أن الشرائع السماوية كلها لم تهبط من السماء إلى الأرض إلا الحريات، تحرير الناس من العبودية. بالظبط. عشان الحرية ديت أسمى في الوجود. يا جماعة، الحرية ثم الحرية ثم الحرية، دي شيء عظيم جدا، فما ينفعش إطلاقا إن أنا أقول لا أنا أحبسك سنة واثنين وثلاثة وفي الآخر أديك مبلغ مالي. لا ما ينفعش. ما ينفعش عشان إيه؟ لأن إحنا الحرية بتاعته تقيدت. سعادة المستشار حضرتك طبعا شرفتني ونورتني حبيبي، ربنا ولكن للأسف ربنا. يعني وقت الحلقة انتهى بسرعة وكان معانا وقت كتير جدا، وفي موضوعات شيقة كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها. أنا كان بودي النهاردة أتكلم في قانون العمل، لأن قانون العمل التعديل رائع جدا. هذا التعديل سوف ينهض بالاقتصاد المصري ان شاء الله. تجمعنا حلقات قادمه كتيره جدا إن شاء الله. ونتكلم في اشياء كتيره، وحضرتك مره تانية شرفتنا ونورتني وان شاء الله نلتقي. شكرا يا فندم. انا طبعا احيي الشعب المصري وانتهز هذه الفرصه، وبقول لكل مواطن مصري كل سنه وانتم بصحه وسلامه، ونقول الى كلمه للرئيس السيسي العظيم، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يطول في عمرك من أجل صالح الشعب ومن أجل صالح ربنا مصر. يا رب يحفظنا يا رب، ويا رب دايما مصر كده في أمن وأمان يا رب، يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، وبكده تكون خلصت حلقتنا، وأتمنى تكون نالت إعجابكم. ولكن قبل ما أختم الحلقة، أنا حابب أشكر مصمم الجرافيك الجميل جدا الأستاذ مختار رضا على دعمه واهتمامه والتصميم، وحابب أشكر برضو الكاتبة المتميزة ومصممة الجرافيك الأستاذ أمل النجار. وأتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله انتظرونا في حلقات قادمة كتيرة جدا على قناة الصحة والجمال في ثوبها الجديد، ونشوفكم على خير.